تمام يا فندم. الذكاء والشجاعة مش عارف أقول لك إيه عليهم صراحة. أشكرك أشكرك. تمام يا فندم. إيه يا بولبول في إيه؟ الأستاذة إنجي برا ومعاها الأنسة كاميليا مراتك. الأنسة كاميليا مراتي؟ ما تحترم نفسك عسكري. آسف يا فندم. اسمها الأنسة كاميليا مرات سعادتك. الأنسة كاميليا مرات سعادتك يا فندم. طب ما تدخله محمار بسرعة. حاضر يا فندم. دول زمايلك في الإعلام ها بيحبوا يجوا يتصوروا معايا عشان بطولاتي ومغامراتي وكده. واضح واضح يا عم داني. كان الله في عونك يا فندم. أشكرك يا حبيبي أشكرك. قاعد خد كمان شايفة أهو قاعد بيعمل حوار مكرون الذات. أحسن فهمي ولا إيه؟ طب أستأذن يا فندم عشان مستعجل بس. اتفضل يا حبيبي عشان أنت برضه طولت شوية. شكرا يا فندم. اتفضل يا حبيبي مع السلامة. ده أنا بقى محضرة له شعر. بصي شوفي هعمل فيه إيه. عامله ايه بس ترشامي. الخيلي الخيل والليل والبيداء تعرفك والسيف والرمح والقرطاس والقلم. نعم قرطاس. انا قرطاسه كاميليا. لا 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 يا حبيبي انت فهمت غلط. انا قلت الدنيا. انا فاهمك يا حبيبي. القرطاس ده يعني القرطاس ده ايوه اله الترمس عند الفراعنه. والترمس ده رمز الحب. قولي ليه؟ اقول لك ليه. لان اي اتنين بيحبوا بعض بياكلوا الترمس في قرطاس. بياكلوه فين بقى؟ على الكورنيش. أيوة. والكورنيش ده موجود فين؟ هم قصدهم ايه يعني؟ كورنيش قصر النيل. عارف قصر النيل؟ قصر النيل ده في ايه؟ ايه بقى؟ في اسد قصر النيل. يعني هي تقصد ان انت مش اسد واحد، انت اسدين يا حسين. قولي كده. انا اسد فعلا. اسد. انا اسد فعلا. انت مفروض اخاطب الناس على قد عقولها فعلا. نعم قطوطة بتقولي حاجة؟ لا بقول اسد. في كان اسد غيرك مين يعملها؟ ايوه ايوه ما شاء الله. وطبعا انتوا جايين تستغلوا طيبتي ها وتسجلوا معايا في البرنامج. ايوه ويا ريت بقى لو نسجل كمان حوار مع السفاح. مع السفاح؟ ايوه. قولي كده بقى. قولي كده يا كاميليا. انت جايبه صاحبتك بقراطيسها ها عشان تسجلوا مع السفاح لوحده وتقرطسوني. لا انت فهمت غلط يا حسين. فهمت غلط؟ طب ما تقولي اني ما بفهمش احسن يا كاميليا. ما بتفهمش احسن يا حسين. نعم اقول ايه؟ انا مش فاهمتي خالص. لا هي قصدها يعني يا حسين ان احنا بصراحه بقى مش هينفع نسجل معاك لوحدك، لازم نسجل مع السفاح كمان. ايه اللي لازم نسجل مع السفاح؟ تفهموا انتوا ايه في الاعلام؟ الجمهور ما بيحبش يتفرج على المجرمين، الجمهور بيحب يتفرج على البطولات والمغامرات اللي انا بعملها. خش على اليوتيوب. ايوه شوف المقطع بتاعي جايب مش اقل من 25 لايك. 26 يا فندم. انا يا حسين اللي عملت اللايك الاخير ده. حلو قوي عجبني موت يا حسين. وانا كمان هدخل اعمل لايك. انا كمان خش وشوف. ولو لقيتيه اقل من كده يبقى انا كداب. لا لا يبقى انا فشار. لا لا يبقى انا هتجار. لا لا ما تظبط يلا هنهزر ولا ايه؟ لا لا يا فندم. ايوه يا حسين ما هي برضه هتسجل معاك يا حبيبي. ايوه طبعا. لا اللي عايز يسجل معانا لوحدي وحصري كمان. حاضر حاضر يا حسين. بقول لك ايه يا انجي، جوزي وانا عارفاه لما بيشبط ما بيتنازلش ابدا. ده انا مره جبت شورت ليحيى شبط فيه. يا سلام. يعني ايه شبط؟ هو انا بكلم عيل؟ لا بقى يا حسين مش هينفع نسجل معاك لوحدك، لازم السفاح. طب يلا قوموا اتاكلوا على الله. يلا يا كاميليا خدي صاحبتك وروحي عشان اتنرفز. وانت عارفه كويس لما بتنرفز انا بعمل ايه. يا اخويا حاضر. استنى بس اهدى. خلاص يا انجي يلا يلا يا انجي. قلتلك شبطه خلص. حاضر يا حسين. هنسجله مع السفاحه.